السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري المتوقعة بقوة ضد الطوغو غدا الخميس. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذن سيواجه المنتخب الوطني الجزائري وهذا منتخب الطوغو غدا الخميس على الساعة 8 مساء بالتوقيت الجزائري على ملعب 19 ماي بعنابة، وهذا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والتي ستجرى بالمغرب. والآن بدون إطالة لنعرض عليكم التشكيلة المتوقعة بقوة لمواجهة الطوغو. في حراسة المرمى جندوز، على الجهة اليمنى نجد كل من فيرسي، على الجهة اليسرى نجد كل من رايان أيت نوري، في وسط الدفاع ساماندي بالإضافة إلى رامي بن سبعيني، في وسط الميدان نجد كل من زروقي وهشام بوداوي وحسام عوار. أما فيما يخص الهجوم، على الجهة اليمنى القائد رياض محرز، على الجهة اليسرى محمد أمين عمورة وكرأس حربة بغداد بونجاح. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.